ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو قنبله. احنا النهارده في مطعم ديجاز. النهارده في ديجاز يا رجاله. ربنا يستر. بس احنا قاعدين مكان كده لوحدنا عشان ندي راينا براحتنا عشان محدش يبقى باصص لنا في القعده. بس يعني خربها. ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله تعدي على خير. هننزل شبه المنيو كله تقريبا. يعني اللي حصل ايه بقى في ديجاز؟ الناس اللي كانت كلها بتسال بعد ما الناس شافوا الفيديو وتواصلوا معانا وايه المشكله اللي حصلت معاك وحاولوا يرضونا، وجينا مره فعلا في المطعم هنا جربنا شويه اصناف. انا بحكي لكم القصه كلها عشان ايه ما حدش يقول انت قابض ومش قابض والكلام الفاضي ده. يعني الناس اللي معانا القديمه بعد اذنكم بقى انسخونا. هنقول راينا النهارده بمنتهى الحياديه. اللي عجبني هقول عجبني، اللي ما عجبنيش هقول ما عجبنيش. ما خدتش ولا جنيه بس مش هصرف النهارده ولا جنيه. النهارده بلاش. النهارده دي جاز عزمنا يا جدعان عشان يعوضونا طبعا عن اللي حصل. بالظبط. فاحنا هناكل وندوق ونقول الدنيا ماشيه ازاي. اتمنى بجد بما يرضي الله، اتمنى بجد ان كل حاجه تعجبني. اتمنى. انا كده كده يعني حظي حلو مع دي جاز. انا بصراحه دايما في الريزو كان عاجبني قوي وفي قطعه البروست كان عاجبني قوي، فاتمنى ان النهارده يعجبني. بس ويا ريت بقى يا حبايب قلبي، يا ريت طلبتوا 2000 لايك. يا ريت انتوا طلبتوا مني اهو وانا بنفذ لكم. اي نعم بتاخر شويه صغنانين بس بنفذ لكم اللي انتوا عايزينه. بس واللي ما شاركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد. ويلا بينا نشوف ديجاز هيعمل ايه معانا النهارده. ورجعنا لكم تاني بقى والحاجه جهزت زي ما انتوا شايفين كده. اللي انتوا شايفينه ده اول طلعه. يعني هم بصوا بيعتذروا بجميع الطرق الممكنه. هم كانوا عايزين ينزلوا المنيو كله بس احنا ايه، احنا غلابة ما بنحبش نفتري. وما شوية الحاجات دي اول طلعة وهنشوف بعد كده في ايه تاني معانا. تحب نبتدي بايه يا استاذ كيرو؟ ندوق الابيتايزرز. تمام. بالنسبة للاسعار والحاجات كلها هسيب لكم المنيو دلوقتي على الشاشة اهي لمدة ثانيتين ثلاثة. اللي عايز حاجة ياخد سكرين شوت. تمام. نرجع تاني. تعالى بقى ندوق ايه الابيتايزرز دي. ده بوكس ميكس ابيتايزرز. وفي هنا دي موتزاريلا ستيكس تقريبا سبايسي بصوص السبايسي او سوري بالبريدنج السبايسي. يلا بينا ندوق. ده جوه في شيدر. هي مش سبايسي خالص. صوص الشيدر حلو تقيل قوي والبريدنج من بره لذيذ كده بس هي ما لهاش علاقه بالسبايسي خالص. ممتاز بس فعلا مش سبايسي. هي غالبا بسيطة خالص. يعني عارفين ان هي لاسعة بس الشيدر صوص اللي جوه تحفة والكريسبي بتاعها لذيذ خفيف. ايه تاني؟ ندوقها سيرة. يلا بينا. دي برضو تشيدر ستيكس ولا موتزاريلا ستيكس؟ هنشوف. دي موتزاريلا ستيكس. لطيفة. دي موتزاريلا صريحة. بس عدمة شوية. يعني انا عجبتني الشيدر ستيكس أكتر. اوكي يا فعلا الشيدر كانت محليه ثانيه. طيب يلا دوس. نخلص من الابتايزرز كلها الاول. مطرة باودر ولا بصوا بصل مضروب. هي لا منها باودر ولا منها بصل حلقات. هي بصل مضروب كده ايه ضربه خفيفه واضح بس هو مضروب في الخلاط. بصل مفروم يعني لذيذة في النص. اللي هي قطعة البصل القوية ولا هي باودر؟ هي في النص صح؟ حتى الآن بالنسبة لنا اللي هي الشيدر ستيكس. طيب ده بوب كورن أو تشيكن بوبس. دي المفروض فيها فراخ من جوه تقريبا. يلا بينا. دي فيها جبنة؟ فيها تشيدر وفيها فراخ. لا انا هاكل اتنين تلاتة من دي ونرجع ندوس في الساندوتشات. طيب البوب كورن او التشيكن بوبس دي رقم واحد. دي رقم واحد في الابيتايزرز عندهم. تاني حاجة بالنسبة لي اللي هي التشيدر ستيكس. الموتزاريلا ستيك والاونين رينج بالنسبة لي انا ما جربهمش تاني بصراحة. ما مش عاجبني قوي يعني. انما الاتنين البوب كورن والتشيدر ستيكس تحفة. تعالى بقى نخش على ايه؟ بطاطس بجبنة التشيدر والهالبينو وعليها زي لحمه مفرومه كده. تعالوا ندوق. الهالبينو اللي بيستخدموه اللي هو الميزز ده عسليه والتشيدر صوص عندهم حلو قوي. الفرنش فرايز رائعه.
وقطع اللحمه متثبته ايه بقى؟ تحس ان الحاجه عاملاها في البيت كده 10 على 10. وفي يا جماعه بيجا صوص ورانش صوص، دول بينزلوا مع الابيتايزرز. الباشا ما كانش قايل لي عليهم، فهندوق بالصوصات. شوف تعالى انا عايز ادوق الديجا الصوص ده. بصوا شكله، الله شكله هيبقى فيه نسبه سبايسي كده. مسترد والله، احلى من كل بقى اللي كلته. يعني هو هيحلي الدنيا دي كلها. يعني بدوق دلوقتي الموتزاريلا ستيكس اللي ما كانتش عجباني بالصوص ده، عالميه. جربها برانش صوص، صوص ديجاس ده تيجوا تجربوه مخصوص. الاختراع بتاعهم تحفه طبعا. لا احلى ديجاس طبعا قولا واحدا. طيب يلا بقى نخش على الجد ولا نخش على ريزو؟ نخش على ريزو عشان يبقى لنا جد. بصوا ده منظر الريزو بالفاير صوص. قطع الفراخ يعني شكلها لونها كويس مش بطال، والصوص قشطه كويس كتير. اتمنى ان هم بس الحاجات اللي نازله لنا دي هي اللي تكون بتنزل لكم، بس هنا كميه الفراخ ما شاء الله. يعني الرز مش عاجبني قوي، بس الفراخ مع الصوص تحفه. الرز كلته من عندهم احلى من كده. الفراخ تتبيلتها حلوه فريش. الصوص بتاع ديجاز اللي شافوا الفيديو بتاع الريزو هسيبه لكم في الاي اللي فوق، عالمي يكتسح اي صوص سبايسي. الرز هنا انا كجو لا، مش ذوقي خالص، مش عاجبني خالص. كيرو. طيب انا حابب الريزو بالباربيكيو صوص عن التايجر صوص ده. الفاير صوص ده تحفه، ده تحفه. ده هو اللي فيها. انا حابب الريزو بالباربيكيو صوص. تمام، ده رايي. بالنسبه للفراخ، لا الفراخ طعمها جميل مفيش مشكله خالص. الرز والصوص طعمه حلو زي ديجاز صوص. الرز ما عندي مشكله. الرز عادي ما عجبكش برضه؟ ما فيش مشكله نقول يعني في اماكن كده. لا صوص الرز بتاع الريزو بيبقى في اماكن تانية افضل من كده، بس انا اكلته من ديجاز وكان افضل من كده بكتير لما جربته في الريزو. النهارده انا مبسوط من الفراخ والفاير صوص ده تحفه. يلا بينا بقى نخش على الحدث الرسمي عشان نخلص من اول طلعه دي، عشان لسه في طلعه تاني ولا طلعتين تاني. يلا بينا. ده ايه يا عم كيرو؟ ده تشيكن زينجر. ده تشيكن زينجر. طيب هو ماسك مش عايز يطلع من الورقه، قفش فيها 10 تقريبا، بقى له نص ساعه في الورقه دي. يلا. ده منظره من جوه. الفراخ منظرها لونها ابيض جدا وعليها تركي مدخن وفي خس ومايونيز وصوص شيدر. مغري. يلا بينا ندوق. والله حابب اشكر الاداره هنا على هذا الساندوتش. سيمبل، حاسس بطعم كل حاجه. دي الكلمه وسط اللغوصه. سيمبل دي اللي تلخصه. وحاسس بطعم كل حاجه في السمبله دي. هو السيمبل هو اللي بيبين طعم كل حاجه. الساندوتش ده يعني على ما اظن، رغم انه اول ساندوتش، بس حاسس انه هيكمل معانا للاخر لافضل ساندوتشات. هنخلص انا وكيرو ونرجع نقول لكم راينا التمام. طيب يا جماعه، بالنسبه لاول ساندوتش احنا هنقول ان انا وجو عجبنا اول ساندوتش، مفيش تمام. مشكله فيه خالص. فاحنا هندوق احنا الاثنين نفس الساندوتش وهنقول عجبنا او ما عجبناش. تمام. يعني هو هتبقى الموضوع يا عجبنا يا ما عجبناش. لا طبعا مفيش ارقام. بس عندي بس تعليق بسيط على اول ساندوتش. عجبني جدا طبعا، بس لما اكلت منه حتتين ثلاثه سنه ملوحه زياده انا حسيتها. كيرو ما حسهاش بصراحه، بدون ما نطول عليكم، بس اجربه ثاني ما عنديش مشكله. والفراخ فريش جدا. ده ايه ده؟ دي جاس فاير. ده زي ما انتم شايفين كده برجر وعليه هالبينو وعليه بصل مكرمل. هو بيحاول يبقى مكرمل، بس هندوق طعمه ونشوف. أوكي. بس هو سيمبل بس كده. مش حاسس بطعم البرجر بصراحه. فكرني بالساندوتش بتاع ويلز اللي هو اللي كان بيعمله لحم مفرومه، فاكر لما كنا زمان. طيب هنتفاوض انا وكيرو على بال ما انا اخلص دي ونرجع نقول لكم راينا بالظبط. طيب واضح ان من تاني ساندوتش هنبتدي الاختلافات انا وكيرو هنا. انا كبرجر بصراحه لا، ما حسيتش بطعم البرجر. حسيتها لحمه مفرومه، يعني ما فيش طعم اللهب. البصل المكرمل ما حسيتوش مكرمل زي ما كان واضح لي فعلا بعيني، مش حاسه مكرمل قوي. لا انا انبسطت مع ساندوتش الفراخ اكتر بكتير. بالنسبه للبيف لا انا مش موافق عليه. طيب انا بالنسبه لي طعم البيف حلو بس فيه عضه. اتفق معاك تماما. الطعم حلو. الكارملايزد اونيون ما كانتش متكرمله قوي، بس ما كانتش مضايقاني انا. يعني ممكن اكيد طبعا المفروض تبقى معمول لها كارملايزد اكتر،
بس اوفرول يعني حلو شغال. يا ابو قلب حنين يلا بينا نرجع تاني للتشيكن. انا ميال للتشيكن من ديجاز بصراحه. وده اسمه هوت دي كرانش، ده واضح كده ان هو ايه، فراخ كريسبي وسبايسي في نفس ذات الوقت. هو ايه اللي حصل؟ جو ساب الوصفه الاخيره. ما هي ما بصراحه السندوتشات بقى فيه عشره ما بينها وما بين الورقه غريبه. طب ما تحاول تساعدني. طيب يا لهوي على الغواصه، ده الدبل بقى، ده عيد مره يا ابوي على. بصوا بصوا، انا والله العظيم عندي حق ان اقول الفراخ تحفه عندهم. اه منظر الفراخ جميل جدا. ده في ايه ده؟ ده في تركي مدخن وفيها لبينو وفي صوص شيدر. ده لعشاق الغواصه يعني، السندوتشات الدبل دي والساندوتش ده بالذات اللي بتوع الغواصه. يلا بينا الغواصه. يلا بينا. جو تاني خالص، هلغوص فيه واديكوا رأي النهائي. هذا الساندوتش المفروض ان هو سبايسي، فهو للي بيحبوا السبايسي واللي ما بيحبوش السبايسي، لان هو السبايسي بتاعه خفيف جدا وتحفة وميزز ومسكر. 10 على 10. الساندوتش طعمه جميل جدا. عايز اوريكم قطعة الفراخ عاملة ازاي بصراحة، وقطعة الكراست اللي عليها من برة. يعني كل حاجه مظبوطه في الفراخ. انا مع ديجاز في الفراخ قلبا وقالبا، وهدوق الحته دي بالصوص بتاع ديجاز، لان الصوص ده بصراحه ما قاليش انه يعمل حركه. سامحني. والله لو جوه الساندوتش ده، بص هنقترح عليهم يحطوا الصوص ديجاز صوص. ديجاز في الساندوتش ده تحفه، لان هتحس بحته سويت اند ساور كده في الموضوع، السبايسي مع الصوص ده مسكر سنه. انا الساندوتش ده بالنسبه لي حتى الان هو رقم واحد. اسمه ايه؟ دي كرانش. يب. هوت دي كرانش. ده جميل. جربوا الساندوتش ده. طيب. طيب يلا بينا نخش باخر حاجه في اول طلعه معانا النهارده من ديجز، وهو ساندوتش ده البيكن باربيكيو. وده منظر عم الاخ بيكن باربيكيو، عليه قطعه بيكن ما شاء الله، وصوص باربيكيو، وتحت خس ومايونيز. يلا بينا ندوق. يلا بينا. ده برضه فيه كارملايزد اونيون، بس هنا الكارملايزد اونيون حلو يعني مظبوط. انا كبيف معرفش الساندوتش ده، حاسس ان هنبسط بيه اكتر، هكمله للاخر. طيب بالنسبه للبيكن باربيكيو، الساندوتش طعمه رائع جدا، صوص الباربيكيو ممتاز جدا جدا، مدي طعم شوي او لهب للبرجر، بس هو برضه البرجر فيه عضه بالنسبه لي. ما هي انا متفق، كلنا متفقين في حته العضه، بس طعم الساندوتش رائع جدا، ارشحه لكم. طيب انا الساندوتش ده بصراحه عجبني اكتر من اللي قبليه، اللي هو البيف اللي قبليه، لان البيف اللي قبليه بصراحه لا ما جاش على هواي خالص، خصوصا ان انا هنا حسيت بطعم الشوي من الصوص الباربيكيو، فعوضك عن حته الشوي اللي كانت ناقصه في البرجر، حسيتها شويه عشان الصوص بتاع الباربيكيو. كارملايزد اونيون هنا حاسه افضل، مش عارف ازاي رغم ان نفس المفروض نازلين مع بعض، بس هنا الكارملايزد اونيون مع الميكس ده حلو جدا. لا الساندوتش ده عادي ممكن ارشحه لكم، كويس يعني، افضل من اللي فات بكتير كده. انا بالنسبه لي في الفراخ اللي هو الاورانج، وفي الهوت دي كرانش، الهوت دي كرانش، وفي البيكن باربيكيو. وهنشوف معانا ايه تاني بعد كده. ما تروحوش اي حته، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات، وعايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك عشان نفجر الدنيا. ويلا بينا بقى نخش على تاني طلعه زي ما انتم شايفين كده، يعني معانا اربع سندوتشات واتنين راب وساندوتش هوت دوج. بصوا يعني ايه، خيرات الله خيرات الله، طلعه كبيره قوي. طب تحب نبتدي بايه يا استاذ كيرو؟ الراب. الراب. يلا بينا. ده عباره عن قطعه ستريبس وفيها صوص جبنه وبتاع ده خس ومايونيز. يلا بينا ندوق. معلش سامحونا على الدوشه، لان المطعم ما شاء الله بقى مليان هنا، فايه يعني نستحمل بعض شويه. يلا بينا. كالعاده ما عنديش اعتراض على الفراخ الستريبس خالص، عندهم تحفه. الميكس بتاع الصوص مع الستريبس مع المايونيز مع في طماطم برده مع الخس حلو جدا، بس العيش بتاع التورتيه هنا يعني سميك شويتين، ف حته العيش ما عجبتنيش. المكونات الداخليه كلها تحفه 10 على 10، بس العيش ما عجبنيش. نسمع راي كيرو. طيب انا اتفق مع جو، الراب ما فيهوش اي مشكله خالص، طعمه جميل والصوص جميل وكل حاجه حلوه، بس فعلا هو يعني العيش اكبر من العيش الستريبس. سميك شويتين، وتحس انه ايه يعني ما اعرفش، عايز كان يتحط على الجريلا شويه يكتروا الستريبس جوه ما اعرفش. بس لا انا ما عنديش مشكله مع الكميه بصراحه، انا مشكلتي بس مع سمكه العيش، حاسس الموضوع رزق. طب يلا بينا بقى ندوق المكن تشيز. انا اسف جدا على الدوشه اللي موجوده، بس معلش يعني ايه، احنا في مكان خارجي بقى، بعد كده هنصور في الاستوديو. بصوا ده المكن تشيز، ده عباره عن قطع ستريبس وفي مكرونه وصوص تشيدر
وهنا صوص بافالو وصوص بافالو وهنا العيش لونه اخضر ما اعرفش واخد ايه بقى. تعالوا ندوق ونعرف. اول مره في حياتي اجرب حاجه زي كده. طيب عم المكن تشيز ده بقى تحفه ومزز مزازه بصوص الفاير اللي جوه والمكرونه مع الجبنه التشيدر مع قطع الفراخ مع العيش اللي حاطين عليه معمول بعشاب من بره. عظيم مزز قوي للناس اللي بتحب المزازه، وانا يعني المزازه بالنسبه لي لذيذه. لا اتبسطت جدا من هذا الراب على عكس اللي قبليه تماما. رايك؟ طيب الراب ده طعمه رائع جدا. انا اول مره اكل مكرونه بجبنه في عيش وانا بس لا اتبسطت من الاكل عادي، بس لا طعمها رائع جدا جدا، والستريبس طعمه جميل والصوص برده طعمه رائع، يعني ما عنديش اي اعتراض عليه، عجبني. بس عامه هو مزز زياده، فالناس اللي ما بتحبش المزازه قوي يعني ايه ممكن تقول لهم خففوا صوص الفاير شويه لان هو اللي فيه كميه المزازه دي، بس انا موافق عليه تماما. طيب يلا بينا نخش بيه تاني. نخش بقى يا جماعه الفراخ المشويه الجريل تشيكن زي ما انتم شايفين كده، ده اسمه صاني جريل. وجو يوريكم منظر الساندوتش، وده فيه فراخ مشويه وخس وطماطم وصوص، هنعرف لما ندوق. يلا بينا ندوق. توابل على الهادي قوي قوي قوي، يعني من اكتر السندوتشات السيمبل اللي كلتها النهارده، هدوس فيه شويتين وارجع اقول لكم رايي. بالنسبه لعم صاني جريل ده طعم الفراخ المشويه هيلسي جدا جدا، تمام، عليه حبه صوصات كده، في صوص مسكر، طعم الخضره اللي عليه شغل عالي، بس انا افضل طبعا الفرايد تشيكن. يعني بس هو كده خلاص، هو كده خلاص اللي انا كنت هقوله وهو قاله. لا طبعا انا مع الفرايد تشيكن افضل بكتير، ساندوتش سيمبل قوي يعني، لو عايز فعلا حاجه هيلسي كده بسيطه بالظبط، مع بتعمل دايت من نص ونص بس يعني برضو حتى لو بتعمل دايت وعشان تيجي ديجز واضح ان هم في الفرايد تشيكن توب، فهتيجي ديجز فرايد تشيكن حتى الان. طيب هنخش بايه تاني حاجه يا بيه؟ طيب ودلوقتي هنخش بساندوتش برجر، وده يعني افتكاسه فظيعه اسمه يامي جام. قول لنا يا عم كيلو ده فيه ايه؟ ده فيه جبنه منتال وفيه مربى وفيه مربى ايه توت؟ مش عارف، هندوق ونعرف. هندوق ونعرف، بس هو ميكس يعني شكله متخلف. بصل كارميل وصوص ديجز. يلا بينا ندوق، ربنا يستر. انا مقلق من الساندوتش ده بصراحه، انا خايف من البيف عامه. هيعملوها الوحوش؟ طيب كالعاده متفقين ان البرجر بيبقى محتاج سنه لهب، بس انا الساندوتش ده موافق عليه تماما. طبعا في عضه شويه في اللحمه للاسف، ممكن عشان احنا استعجلناهم شويه عشان كنا عايزين نكمل تصوير لان قعدنا فتره على بالنا الاكل ينزل لنا، بس كفكره عامه يعني لو الساندوتش ده البرجر مظبوطه ومستويه صح، الساندوتش ده يعني انا كنت متخيل ان هيبقى كارثه مش حلو. لا هو جميل جدا، وممكن بالنسبه لنا ده افضل ساندوتش برجر حتى الان في البرجرز. مش توب طبعا، مش منافس قوي عشان ما اضحكش عليكم، لا هم في البرجر بالنسبه لنا 50%، هم طبعا في التشيكن تحفه، بس ده افضل برجر بالنسبه لي. قول رايك عم كيرو. طيب المربى طعمها جميل قوي في البرجر، ومش مخليك تحس فعلا بطعم اللهب، او يعني ان انت تبقى عايز تحس بطعم اللهب بالظبط. في عضه بغير كده، هي دي للاسف العضه هي الكارملايزد اونيون، جميله جدا 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 في الساندوتش، مش ناقصه اي حاجه غير بس ان العضه بتاعت اللحمه دي تروح. تمام اتفق تماما معاك يا رويد. هو حلو، والبيكن باربيكيو برده كان جميل، يعني ما فيش اعتراض. البيكن باربيكيو ده اللي عجبني اللي فات. بس ده بالنسبه لي انا رقم واحد حتى الان يعني. تمام. والتاني برده كويس، ما فيش مشكله. طيب يلا بينا نخش على اللي بعد كده. طيب والاخ ده عم كاجوان ده في ايه؟ ده جريل برده. ده مشوي وفي بصل، وفي بصل مكرمل، وفي قطعه جبنه، وفي جبنه امريكي وخس وطماطم ومايونيز وكميه صوصات وكميه توابل رهيبه. يلا بينا ندوق. اول قطمه دايما بتعجبني في الساندوتش المشاوي، بتعجبني في الساندوتشات المشاوي، بعد كده معرفش يعني ما بنبسطش، بس هكمل يمكن انبسط مع ده. طيب احنا عامه قربنا نخلص الساندوتشات وهنخش على الحدث الرسمي اللي ربنا يستر فيه، وهو الفرايد تشيكن. بس ناقص ساندوتشين، احنا خليناها لكم اخر حاجه بقى الفرايد تشيكن، ان شاء الله خير. قول لي رايك بقى في الساندوتش اللي فات ده. الساندوتش اللي فات ده احلى بكتير كتير من الجريل اللي قبليه. ده الكاجوان اللي قبليه كان الصني،
مظبوط. قطعه الفراخ جميله جدا، هي كانت حلوه في الثاني برضه. الخضروات ممتازه، الصوصات عامله شغل عالي، يعني الميكس بتاعه رهيب، افضل بكتير من الساندوتش بدون رغي كتير. موافق، كل حاجه قالها مظبوطه بالملي. الساندوتش ده فعلا افضل من المشوي اللي قبليه. اوافق، وتيجوا تجربوه مفيش مشكله، هيعجبكم. لا ده الميكس بتاعه مظبوط. طيب هنخش على ايه؟ على التيستي. طيب وهذا الاخ هو تيستي مشروم. قول لنا ده فيه ايه؟ ده فيه صوص ديجاز وجبنه امريكيه ومشروم وصوص مكرمل. مشروم مكرمل، هنشوف ايه المشروم المكرمل ده. يلا بينا ندوق. المشروم فريش قوي قوي قوي. طيب عم التيستي ده هو تيستي فعلا، هو جوسي جدا والمشروم فريش، وانا بحترم حاجه اسمها مشروم فريش جدا. عجبني، بس حتى الان في البرجر اكتر حاجه عجبني اللي هو اليامي جام، اللي هو اللي كان عليه مربى، بس حلو جدا برضو، ارشحه لكم تجربوه، لذيذ. قول لي. اتفق معاه برضو، طعم البرجر جميل، المشروم جميل، المشروم مديله تيست تحفه، بالذات الكارملايز اللي فيه. عجبني. المفضل بالنسبه لي لغايه دلوقتي البيكن باربيكيو واليامي جام. واليامي جام نفس المفضل بالنسبه لنا احنا الاثنين، رقم 1 و2، وده ممكن ياخد رقم 3 وراهم بالنسبه للبرجر. بالظبط، اعتبارا انه مش افضل مكان اكل فيه برجر اهو، عشان بقول رايي بمنتهى الصراحه حتى الان. انا في الفرايد تشيكن افضل بكتير، متفق معايا؟ الفرايد تشيكن افضل. تمام. طيب يلا نشوف الهوت دوج بتاعهم. طيب وهذا الاخ هو هوت دوج سويت ريليش. قول لنا جواه ايه يا عم كيرو؟ ده قطعه هوت دوج وجبنه بيكن وقطعه جبنه. أيوة. وصوص ديجاز. وصوص ديجاز، يلا بينا ندوق. يلا بينا. والبيكن، انت قلت البيكن؟ طيب ساندوتش الهوت دوج ده من ابو اخر، يعني عشان ما اطولش عليكم عشان الفيديو ما يطولش. لا، العب في البرجر والعب في الفرايد تشيكن، دي مش ملعبه قوي هنا. يلا بينا نخش على الحدث الرسمي بتاع النهارده وهو البروست تشيكن. طيب والى الحدث الرسمي النهارده. بص بصراحه يعني القطع مبدئيا لونها فاتح جدا، يعني انا موافق تماما على اللون حتى الان. الكريسب من بره شكله حلو ومظبوط، اتمنى ان الطعم يعجبنا، وخصوصا ان احنا النهارده هنقيم على حاجتين. كيرو هيقيم ورك وانا هقيم ورك معاه، وهقيم صدر وهو هيقيم صدر معايا. زي الفل. طب نبتدي بالورك يا باشا، نخش في ملعبك. يلا بينا. يلا بينا. نار نار. طب مبدئيا كده الموضوع كريسبي قوي من بره وجوسي قوي من جوه، هتبرد سنه عشان نديكوا التجربه الكامله. طيب سيبنا الفراخ تبرد شويه، تعالوا ايه بقى ندوق التجربه كده، وحاولوا تسمعوا القرمشه معايا. يلا بينا. يا لسه بتدخن. تحفه النهارده، تحفه تحفه تحفه. طيب ارجع اقول لكم رايي انا في الورك الجوسي لوسي التحفه ده، المقرمش من بره اللي واخد توابل سبايسي مظبوطه بالملي، انا انبسطت جدا من هذا الشيء. اتمنى ان الصدر برضو يعجبني، حكم ان انا بحب الصدر اكتر، فالورك بالنسبه لي 10 على 10 ينافس بقوه بجد. قول لنا رايك يا عم كيرو. الورك ما فيهوش كلام، فعلا كريسبي من بره وطري جدا من جوه، يعني انا بفضل الورك وانا مش شايف فيه اي مشكله خالص، كلام ممتاز. طيب الحمد لله حتى الان على الورك، وربنا يستر من الصدر. انت كان المشكله كانت قبل كده في ايه؟ هدوق الصدر مع جو ونشوف. طيب يلا بينا ندوق الصدر. ممكن نعمل كده؟ لا مش ممكن. ممكن بص اللون من جوه. طيب واضح ان ديجاز سمع لشكوتنا بجد حقيقي والله العظيم بدون مجاملات ابدا. الموضوع اختلف 180 درجه. الصدر جوسي من بره مقرمش، حتى الصدر جوسي فريش جدا اهو، اللون ابيض اهو. لا 10 على 10 بجد، ينافس بشده سواء صدر او ورك. هنخلص الليله دي بقى ونرجع نقول لكم تجربوا ايه من ديجاز وايه اللي تبعدوا عنه في ديجاز. طيب انا حابب ادي يعني رايي الصراحه بامانه ربنا، انا ما بحبش الصدر، بس انا عايز اقول ان الصدر ده ناعم جدا جدا
وجوسي فعلا اكنك بتاكل ورك، ودي حاجه غريبه بالنسبه لي لان انا طول عمري الصدر بالنسبه لي بيبقى مفتت. صح. فانا انبسطت جدا النهارده من الفرايد تشيكن، وانا اذا كان صدر او ورك، وارشح لكم انتوا تيجوا مفيش مشكله خالص تجربوه. تمام. ونرجع بقى نشوف بقى يعني رصيتنا ايه اللي عجبنا من ديجاز وايه اللي ما عجبناش. تمام. انا هقول لكم بالنسبه لي انا، ولا هخش انت ترص رصيتك؟ اخش انا اقول لكم رصيتي مفيش مشكله. يلا بينا. تمام. في الساندوتشات التشيكن زينجر كان ممتاز. مش سيبك من ساندوتش، قول ايه اكتر فئه. ما احنا دقنا فراخ مقليه ودقنا فراخ مشويه ودقنا الثوم ودقنا البروست ودقنا الراب. طيب الفرايد تشيكن عامه جميله، احنا جبنا منهم اربع ساندوتشات. مين رقم واحد؟ هوت دي كرانش. لا مش رقم واحد في الساندوتشات، رقم واحد بالنسبه لك البروست تشيكن ولا الفرايد تشيكن؟ لا البروست رقم واحد. مظبوط. وراك ورا الفرايد تشيكن معاك. تمام. وراء الابيتايزرز، وراء الابيتايزرز رقم 3 الابيتايزرز ده بالنسبه لنا جميله جدا جدا. تمام. جدا. في الراب عندك الماكن تشيز طبعا ده تحفه. البيف تشيكن عادي عامه، بس انا فضلت فيه سوري البيف ساندويتش انا فضلت فيه اليامي جام والبيكن باربيكيو. مع برضو الاثنين مميزين جدا بارد. جدا جدا. تمام. اسمع راي جو. طيب متفق معاه في كل حاجه، في كل حاجه ما عدا حاجه واحده عايز بس يعني دي عشان تبقى نقطه، لان واضح ان هم بيسمعوا كلامنا فاكيد هيسمعوا كلامنا في الحته دي. البروست تشيكن طبعا رقم واحد تحفه، يليها الساندوتشات الفراخ. الساندوتشات المشوي يعني عارفين لو بتعملوا دايت كده قشطه تعالوا جربوها مفيش مشكله، بس مش التوب طبعا. البرجر عندهم لسه عايز ظبطه، هو مختلف يعني انت لو عايز تجرب برجر مختلف تعالى هنا، لان البرجر ايه موديك ناحيه اللحمه المفرومه شويه، مش جو اللهب والكلام ده، مش بافل برجر والكلام ده، هو مختلف. ممكن تيجي تجربه يمكن يعجبك. فانا ذوقي الشخصي مش 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 المفضل حته البرجر دي قوي بصراحه، انما البروست النهارده رقم واحد عالمي ينافس كي اف سي. يعني ما كنتش متوقع ان في حاجه ممكن اقول عليها تنافس كي اف سي، بس النهارده ديجز النهارده ينافس كي اف سي. تمام زي الفل. يلا طيب ولو عجبكم الفيديو ده يلا تعملوا 2000 لايك. ايه تاني كمل يلا. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وحابب اشكر قبل ما اقفل، حابب اشكر استاذ محمد المهدي مدير فرع شيراتون هنا، بجد راجل في منتهى الاحترام بجد يعني ناس ذوق جدا، والاستاف كله ذوق. ويا ريت اللي ماسك الصفحه بتاع ديجاز يعني خف اعلانات شويه، لان انا بصحى وانام واكل واشرب على اعلانات ديجاز، فخفوا زهقت مش عايز اشوفكم على الفيسبوك تاني. بس ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديدة. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.